ومن الجهمية حصلت الجبرية، فيقولون إن الإنسان مجبور على ما يفعله، ليس له من الأمر شيء البتة، ليس له مشيئة ولا حركة. فحركتي هنا عندهم قد أجبرت من الله عز وجل عليها دون أن تكون لي إرادة ومشيئة، ولذا هي بمثابة الرعشة أو بمثابة ما يقال تحركت الشجرة، والشجرة لا تتحرك، وإنما حركها هو الله عز وجل. فيقولون إن الأفعال تنسب إلى العبد مجازا ليست حقيقة له، وبالتالي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أنه إذا عذب بالنار عذب عباده وهو ظالم لهم على قولهم، وعليهم ردود كثيرة، لكن لست بصدد الرد على هؤلاء، لكن لبيان معتقداتهم الفاسدة. ولذا أنكروا الأسباب. فحينما أرمي بحصاة على زجاجة فأكسرها، يقولون إن الكسر ليس بسبب هذه الحصاة، وإنما انكسرت الزجاجة بإرادة الله، فحصل الكسر عند الرمي لا بالرمي، على خلاف المنقول والمعقول. إذن لو لطمت أحدهم أيحتج بالقدر؟ هذا من الله. إذن على قوله ماذا من الله؟ اللهم استعان.